المسيحيين وليس ضد المسيحيين، لكن في السلم يعني بحمص أول طيب مثلا بحمص الاستقرار، لأنه بيعرف أنه مثل ما حضرتك عم تقول بالحرب حرب، والكل بده يموت والكل مستعد، بس أيضا لأنه المسيحي دائما ينظر إلى المستقبل، بيقول أنا طيب اليوم حميت حالي وحميت والله حماني من الجانب اللي هو من أبرز الوكالات الإيجابية، كتب بمعنى الدولة في قلب الضاحية، يعني كأنه البعض مثلا أي ثلاث متسكات في نقطة صحيح مطالب. صحيح يراد الاستقرار اليوم في لبنان، لماذا يراد أن عكس هذه الصورة العربي بعد فاصل إعلاني؟ صحيح قدم استقالة الحكومة أو أقيل كمل هيك بهيدا الوقت في نعم كنت حضرتك عم تحكي انه بالسابق حين وجد الفاتيكان في خطر على هجرة مسيحيين جزئيين اكثر استقرارا والمسيحيين في الاكثر ارتياحا ربما اللي هو لبنان البابا، ولا يقصد في هذه المنطقة مع حيث يعني سيستقبل الزائر التاريخي ايضا حزب الله اعلن بلافتات زرعت في مختلف، يبدو بانه يعني انطلقت كما ذكرنا الطائره، وسارحب بك اساسا اليوم محور الحلقه هو هذه الزياره بابعادها التاريخيه وبابعادها المستقبليه ايضا، يعني اليوم الكل يقرا بانه هل يمكن للبابا ان يحدد المجهول، البعض يقول لن يحمل معجزات معه وهو اساسا اعلن بانه لا يحمل ولا يقوم بمعجزات، لكنه ياتي لتسود الطمانه ربما عند مسيحيي المشرق. لبنان في ظل هذه الأزمات هل من خارطة الطريق أيضا سيرسمها بناء على زيارة البابا؟ هل سيطول الاستقرار؟ يعني البعض صار يقول يا رب يبقى البابا عنا لنضلنا نحس بهذا الأمان، لأنه كل شيء للأسف عم تتأجل كل المشاكل وكل الأزمات للحظة مغادرة البابا بنديكتوس سوريا والمسيحيين، هذا الخوف اللي البعض بين